السلام عليكم أعزائي التلاميذ، نلتقي مجددا لنقدم لكم حصة داعمة جديدة. نتمنى من الله عز وجل أن تستفيدوا مما سنقدم. إذن عنوان درسنا اليوم هو المستثنى بغير وسوى، وهو درس له علاقة بدرس المستثنى بإلا السابق الذي ناقشناه جميعا ودللنا صعوباته. إذن قبل أن ننطلق في تدليل صعوبات هذا الدرس، لا بأس أن نقدم تذكيرا حول المستثنى بإلا من حيث تعريف المستثنى، أيضا عناصر الاستثناء، أيضا نتحدث عن أقسام الكلام والحالات التي يمكن أن يأتي عليها المستثنى منه. فماذا نقصد بالمستثنى؟ إذن المستثنى اسم يقع بعد أداة الاستثناء إلا مخالفا في الحكم لما قبلها. مثال: تجمع التلاميذ إلا تلميذا. تلاحظوا في المثال، فلقد حكمنا على التلاميذ بالتجمع، ولكننا استثنينا أحد التلاميذ من هذا الحكم. إذن نقول تجمع التلاميذ إلا تلميذا. إذن تلميذا هنا هو المستثنى. إذن أعزائي التلاميذ، هناك أشياء يجب أن نتفق عليها أو نتوافق عليها. إذن الكلام فهو ينقسم إلى قسمين: كلام إما مثبت أو كلام منفي. إذن بالنسبة لكلام المثبت نعطي مثال، نقول تجمع التلاميذ، إذن هنا أثبتنا على التلاميذ فعل التجمع. وإذا أردنا أن ننفي هذا الكلام نقول ما تجمع التلاميذ أو لم يتجمع التلاميذ. إذن فهنا كلام مثبت تجمع التلاميذ، في مقابله كلام منفي لم يتجمع التلاميذ. إذن في حالة أو في الحالة التي يكون فيها الكلام منفي، المستثنى منه يمكن أن يكون مذكورا أو أن يكون غير مذكور. إذن نعطي مثال لمزيد من التوضيح. إذن ما تجمع التلاميذ، إذا لاحظوا بأن الكلام هنا منفي والمستثنى منه مذكور التلاميذ، فهي ذكرت في هذه الجملة. وفي المثال الثاني نقول ما تجمع، إذن ما تجمع، إذن فالكلام أيضا هنا منفي ولكن المستثنى منه غير مذكورين. نذكر أيضا بعناصر جملة الاستثناء من خلال الجملة التي سبق ورأيناها: تجمع التلاميذ إلا تلميذا. إذن المستثنى منه هو التلاميذ، أداة الاستثناء إلا وتلميذا فهو المستثنى. إذن بالنسبة للجملة هذا الدرس، إذن نقول تجمع التلاميذ غير تلميذ أو تجمع التلاميذ سوى تلميذ. إذن ما هي عناصر جملة الاستثناء بالنسبة لهذه الجملة؟ إذن التلاميذ هو المستثنى منه، وكلمة غير وسوى فهي هنا المستثنى. إذن المستثنى في هذه الجملة هو غير وسوى، عكس الجملة الأولى. إذن الجملة الأولى المستثنى هو تلميذا، ولكن في الجملة الثانية كلمة غير وسوى هي المستثنى. إذن يجب أن ننتبه إلى هذا الفرق لأنه أساسي وجوهري في فهم هذا الدرس. بينما كلمة تلميذ فهي تعرب مضاف إليه. إذا لاحظوا في الجملة الأولى كانت تلميذا هي المستثنى، ولكن في الجملة الثانية تلميذ هي مضاف إليه. إذا ننتبه جيدا إلى هذه الأشياء. إذا الآن نتساءل ما هي أحوال غير وسوى باعتبارها أنها هي المستثنى في الجمل في الجملة الأخيرة التي قدمناها. إذا كان الكلام مثبت والمستثنى منه مذكور، وإذا كان الكلام منفي والمستثنى منه مذكور، ثم الحالة الثالثة إذا كان الكلام منفي والمستثنى منه غير مذكور. إذن بالنسبة للحالة الأولى، عندما يكون الكلام مثبت والمستثنى منه مذكور فيجب نصب غير وسوى. وفي الحالة الثانية عندما يكون الكلام منفي والمستثنى منه مذكور
فتأتي غي وسوى منصوبة على الاستثناء في الحالة الأولى، ويمكن أيضا أن تأتي بدلا تابعا للمبدل منه. وبالنسبة للحالة الثالثة، عندما يكون الكلام منفي والمستثنى منه غير مذكور، فغير وسوى فهي تعاب حسب موقعها في الجملة. إذا نقدم أمثلة حتى تتضح لنا الأمور بشكل أكبر. إذا بالنسبة للحالة الأولى، عندما يكون الكلام مثبت والمستثنى منه مذكور، قلنا يجب نصب غير وسوى. إذا نقول حضر التلاميذ غير تلميذ، أو حضر التلاميذ سوى تلميذ. إذا بالنسبة للحالة الثانية، نقول ما حضر التلاميذ غير تلميذ. إذا هنا غير منصوبة على الاستثناء، ما حضر التلاميذ سوى تلميذ، إذا فهي منصوبة أيضا على الاستثناء. في باء، ما حضر التلاميذ غير تلميذ، إذا غير فهي بدل للتلاميذ. ما حضر التلاميذ سوى تلميذ، إذا سوى فهي بدل للتلاميذ. وبالنسبة للجملة الثالثة، نعطي أمثلة. مثلا المثال ألف، ما تجمع غير تلميذ، إذا الكلام هنا منفي، ما تجمع، إذا الكلام منفي والمستثنى منه غير مذكور، إذا فهي تعاب حسب موقعها في الجملة. إذا تجمع فعل غير فاعل، ما كلمت غير تلميذ، إذا الكلام منفي والمستثنى منه مذكور، لدينا كلمت فعل وفاعل غير مفعول به. ما التقيت بغيري، إذا هنا فهي جار ومجرور. إذا بالنسبة للجمل التي لدينا حضر التلاميذ غير تلميذين، أو ما حضر التلاميذ غير تلميذين، أو ما حضر التلاميذ غير تلميذين، ما تجمع غير تلميذين، ما كلمت غير تلميذين، ما التقيت بغير تلميذين، فكلمة تلميذ في هذه الجملة فهي مضاف إليه. إذا فهي مضاف إليه. إذا كما سبق وأن أشرنا، ففي الجملة الأولى غير فهي مستثنى منصوب بإلا. بالنسبة للجملة ألف، فكلمة غير مستثنى منصوب على الاستثناء. إذا في الجملة باء، غير فهي بدل تابع للمبدل منه أي التلاميذ. وفي المثال ألف، بالنسبة للحالة الثالثة، غير فهو فاعل مرفوع. وباء بالنسبة للغير فهو مفعول به منصوب. وفي الجملة جيم فهو جار ومجرور. بقي أن نشير إلى أن كلمة سوى تعاب بحركات مقدرة. إذا مثلا في مثال الجملة حضر التلاميذ سوى تلميذ، إذا سوى فهي مستثنى منصوب بفتحة مقدرة. إذا ننتقل إلى نماذج إعرابية. إذا النموذج الأول، قرأت الكتاب غير صفحتين، أو قرأت الكتاب سوى صفحتين. إذا قرأت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. الكتاب مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. غير مستثنى منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. إذا استعملنا كلمة سوى، نقول مستثنى منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره، وهو مضاف. صفحتين مضاف إليه مجرور، وعلامة جر الياء لأنه مثنى. ننتقل إلى مثال ثاني، ما أكل غير الموزي، أو ما أكل سوى الموزي. إذا ما حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أكل، إذا فهو فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح. إذا غير فهي تعاب نائب فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. إذا استعملنا أيضا كلمة سوى، تعاب أيضا نائب فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، وهو مضاف. الموزي مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. إذا كما جرت العادة، نقدم تطبيقات عفوا لذاتنا. إذا السؤال الأول، نتمم ملء الجدول. إذا دخل التلميذ، لدينا كلمة غير
تلميذين ما شوفي أيضا لدينا كلمة غير معيدين ما تكلمت التلميذات لدينا كلمة أيضا غير تلميذتين إذا سنحدد المستثنى منه وأقوم بشكل كلمة غير إذا شكلا صحيحا أقدم إعرابا لكلمة غير مع التعليل إذا نعلي السبب لماذا قدمنا هذا الإعراب دون غيره إذا السؤال الثاني أكمل أو أكمل بكلمة غير مع شكلها شكلا تاما إذا فتحت الكتب نضع كلمة غير كتابين ما فتحت إذا كلمة غير كتابين ما فتح كلمة غير كتابين إذا لديكم مهلة لإنجاز المطلوب منكم إذا بعد إنجازكم للعمل المطلوب منكم نقدم لكم هذا النموذج للتصحيح من أجل الاستئناس به لتصحيح بعض الأخطاء التي قد تكون ارتكبتموها إذا بالنسبة للسؤال الأول جدول بادين أمامكم أيضا بالنسبة للسؤال الثاني فالجمل ها هي أمامكم للتصحيح في الختام نشكركم على حسن تتبعكم وإلى حصة قادمة إن شاء الله.